دابا الشراب فيه وفيه، وحتى السكريه انواع، وليني كاين واحد النوع ديال السكريه بحال هذا كتسمى السكر ديال الرعاوين، الا ما حضروش مع البوليس والامبيلونس ما كيتسماش سكر. بحال خونا اللي شفتو غادي يدير روينه ومصيبه، واش من مصيبه غير سوق عليه، وبسببها غادي يكره البليع وغادي يولي يتبع بنادم بالحجر الا شاف شي واحد كيشرب. رشيد دري مبلي الله يعفو عليه، وليني واخا البليع اكاد براسو كيخدم السيمانه كامله في البني، فاش كيتخلص كيمشي يشري واحد الطريفه من عند البزناز وكيبقى جاربها السيمانه. كان عندي واحد الدري سميتو احمد صحيبو من الصغر، عشران هما ولاد درب كابرين مع بعضياتهم، ونيت كانوا كيقراو في نفس قسم بجوج، المدرسه ما كانش معمره ليهم العين. ملي وصلوا الاعدادي كتبدا ديك النزوقيه ديال اشبال لي ما ندخلوش نضربوها شي سويع، مالا اش فيها الا ما دخلناش. دازت غير بحال هكا، مره ساعه مره جوج، شويه ولات في النهار، يومين، وصلوا الشهر، وما يصيفطوا للمدرسه واحد الرساله باش اولياء الامور يجيو للمدرسه يبرروا الغياب ديال ولادهم. وليني احمد ورشيد كانوا عارفين هاد القضيه غادي تطرا، داكشي علاش ولاو حاضرين مع ديك ساعي الباري اللي يجيب ديك الورقه. وفعلا جاب الورقه، ودوك العسه كامله اللي كانوا دايرين عليه ما جابش ليهم نتيجه. والديهم ساقوا الخبر، مشاو للمدرسه كيقلبوا عليهم، كيلقاوهم جالسين حدا باب ديال المدرسه ما جايبين الدنيا خبار. شدوهم والديهم طحنوهم عصا مزيان وقدام الدراري والدريات ديال المدرسه، وكلشي كيضحك عليهم. هما وكل لقاو الارض، الارض تحل ويتخشاو فيها غير ما يشوفوهمش الدراري كياكلوا العصا وبالصنطه وقدام كلشي. المهم دخلوهم والديهم الحراسه داك النهار، عمروا ليهم ورقه ديال الغياب. كان ديك الساعه الربعة ديال العشيه، يعني ما بقاش الوقت باش يدخلوا للمدرسه، ومن تما داوهم والديهم حتى الغد ويرجعوا يقراو. داكشي اللي طرانيش دوزو ديك الليله كامله في ديورهم بنقير وتصرفيع. في الصباح مع 8 تلاقى رشيد وحمد في الدرب، ماشي يمشيو يقراو، غاديين بجوج وحاضرين ريوسهم، واحد كيشوف واحد، وبجوجهم كيفكروا نفس التفكير، حشماني وما حاملينش راسهم مشيو للمدرسه، ماشي غير ما بغاوش يقراو، تزادت عليهم حتى ما قاديش يعطيو وجوههم الدراري اللي كيقراو معاهم. هما راه كانوا هما القباح، ما كاينش اللي كيقد يفدفد قدامهم. بقاو غاديين في الطريق، رشيد ويقول لحمد اش بان لك مشيو لطنجة؟ احمد قال لي فين؟ قال لي رشيد انا نمشيو لطنجة صاحبي. احمد قال لي اش غادي نديرو في طنجة؟ رشيد قال لي نحرقو اصحابي، نحرقو ما نرجعوش للمدرسة. احمد قال لي كيفاش غادي نديرو لعب؟ قال لي رشيد انت غير تبعني وانا غادي نعجبك يا معلم. هما بجوج كانوا ولاد حي المحمدي، في الدرب عندهم كيكونوا مالين الحوانيت ديال الدقيق والزيت والمواد الغذائية، كيبقاو كريديو على الناس ديال الدرب. رشيد وحمد غادي يضربوا الدورة وغادي يرجعوا عند مول الحانوت اللي عندهم في الدرب. رشيد غادي يقول مول الحانوت قال لك با عطيه 2000، غادي يجي في العشيه بو يعطيها ليك. حمل حتى دازت واحد نص ساعه ورجع عند نفس مول الحانوت، قال لي قالت لك امي عطيها باكيه ديال السكر وخنشي ديال الدقيق وقيدهم في الكناش. مول الحانوت على نيتو عطاهم داكشي اللي بغاو، هزوا داكشي اللي عطاهم. رشيد خشى 100 درهم في جيبو، وحمد تحمى على ديك باكيه ديال السكر والخنشه ضربها في كتفه. مع الدورة كاين واحد مول الحانوت اخر جا عنده وقال لي قال لك برا بغى يبيع عادي غير بنص الثمن، اخوذهم من عندو اعطيه في بلاصتهم الفلوس. مول الحانوت بانت ليه الهوته، شرا داكشي. رشيد وحمد جمعوا واحد البركة ديال الفلوس وقصدوا المحطة ديال الكيران. ملي وصلوا لطنجة رشيد كان في يدير هاد المغامرة باش يحرك تحت كامية، ويني ما صدقاش ليه، يعني عارف كيفاش يدير اللعب وكيفاش يوصل لبلايصة اللي قدر منها يتخشاو في شي رموق. مشاو بجوج للبلايصة شراو شويه ديال الحمص، وكل واحد فيهم خد قريعه ديال الماء، بان لهم واحد الرموك فيه بلاكه ديال برا قصدو، وبجوجهم تخشاو تحتو، غير هو كل واحد تخشى في بلاصه. من زهرهم داك الرموك ما وقفش بزاف وتحرك عند الجماريك باش يقوموا بالتفتيش ديالو، ومن تما يدخل الباطل. ولين يلاه بداو كيقلبوا هما يضربوا على رشيد، شدوه وخرجوه. دابا ملي خرجوا رشيد بدا كيتركل ليهم ويغوت، ابعدوا مني راني باغي نبدل غير هاد البلاد، اش بغيتو عندي؟ خليني نمشي بحالي. دار روينه تما بحالي خربقهم حتى تقلا ما خلاهمش يكملوا. رموك زاد دخل الباطو، احمد فلت ورشيد حصل. احمد وصل اسبانيا ورشيد شدوه البوليس، عيطوا على والديه باش يدوه من طنجه. كانت هذيك هي النهايه ديالو مع القرايه، خرج وتبع الحرفه ديال البني. ملي داروا هاد المغامره كان في العمر ديالهم 16 عام، غادي يدوز 8 ديال السنين عاد غادي يقدر احمد يصايب الوريقات ويرجع للمغرب. احمد دبر على راسهم ملي مشى تما، ولا خدام وجمع شويه ديال الفلوس
فاش كان جاي المغرب قرر انه يشري واحد الطوموبيل يضرب بهذاك الشاي اللي عنده في المغرب ويرجع بحالاته. ملي وصل نهار المعلوم خرج من اسبانيا ومشى لحي المحمدي، وبطبيعة الحال الفردة ديالو راه ما غاديش ينساه، راه ما بياش بيه، وكل ما كان هو ما غاديش يوصل اسبانيا. وزيدون راه 10 ديال الصغر مع وصل احمد، شاف والدي مشى عند راشي، كانوا كبروا شويه ديك الساعه، داروا تقريبا شي 24 عام. بحكم تقاده وحده وخاطفه مطوله شويه كيبانوا كبار، احمد جيب معاه شويه ديال الاورو خاصو يتهلا في راشي، بحكم هو ما عندوش فلوس يدبر عليه شويه ويعيشوا الحياه، ما غادي يعرض عليه غير يشربوا شي قريعه. وفين افعين دابا اتصحب شي بار؟ لا غادي يشريو غير قريعه ويمشي يجلسوا حدا البحر في الطوموبيل. داكشي اللي وقع، مشاو تقداو من البيسري ومشاو جلسوا حدا البحر وبداو السهره ديالو، بداو الشراب بالنهار، والسكره ديال النهار راه ما كتخرجش هي هذيك. هما جالسين في الطوموبيل تقريبا دوك وصلت ديك 9 ديال الليل، واحد اللحظه كان الشراب العف فيهم، كيبان ليهم واحد الدري ودريه دايزين قدامه فين كيشرب رشيد احمد. رشيد كيبان ليه شي حاجه طاحت من يد الدري اللي داز هو الدريه. خرج رشيد كيتمايل يشوف شنو هو اللي طاح، كيبان ليه واحد الساك داك اللي كيتعلق. كان ديك الساعه الدري والدريه مازال قراب، بدا كيغوت عليهم رشيد، واخويا واخويا، تلفتوا لي ديك الدري والدريه وزادوا بحالو. ملي ما رجعوش ليه وما تسوقوش ليه ويهزهم الارض وداروا في عنقهم ودخل الطوموبيل. العقل غايب، بقى ديك الساك معلق فوق عنقه ونساه وكمل الشراب ما قلبو ما والو. ارى ليا تقاد عليهم الشراب مع 12 ديال الليل، بيسريات سادين والسهره عاد غتحلى، الساك راه مازال في عنق رشيد. تبعوا معايا في هاد القضيه. احمد قال رشيد غادي نمشيو نكملوا السهره في البار، رشيد قال لي دور دابا نمشيو. هما ملي وصلوا البار الشراب لا عافيه، راه من السري العشيه هما كيسكروا. ملي حطوا الطوموبيل جايين وكيغوتوا وكيضحكوا دايرين روبلة. دابا ملي بغاو يدخلوا البار داك البوديغارد عند الباب شم فيهم الريحه غادي ينوضوا لي الصداع، خلاهمش يدخلوا، حبسهم. وملي حبسهم ما تسرطاتش ليهم رشيد احمد، بداو كيضاربوا معاه، جبد يا ما تجبد، جبد يا ما تجبد. حضروا البوليس هزوهم بالسكر العلني ودوهم الكوميساريه. ارى ليا الساك اللي في عنق رشيد، اش فيه؟ البوليس غادي يقلبوهم جوج جيو بومس شاكيطه شفيها كيلقاو عندهم حتى حاجه، فعلا ما عندهم والو، ولكن الساك اللي في عنق رشيد هو اللي فيه المشكل. البوليس حيد الساك رشيد، لقى فيه واحد 300 اورو وسوارج وباسبور. الاورو نقولوا ماشي مشكل، تقدر تكون ديال احمد غراو كان، السوارج حتى هما ماشي مشكل، يقدروا يكونوا ديال رشيد هاتا وكان. والباسبور ديال من؟ ديال احمد؟ ولا الباسبور كان ديال واحد قطري، داك الساك كامل بفلوسه وبسوارته وباسبورو ليه الخراشي كان ديال واحد جنسيته قطريه. والمشكل ماشي هنا، المشكل من بعد البحث اللي غادي يديروا البوليس غادي يلقاو داك القطري ميت ومصفي عليه شي واحد في واحد الفيلا. رشيد ومحمد عياو ما يحلفوا ويعطيو لقلهم باللي داك الساك غير لاقينه، وليني معاه من دوي دليل ديال الادانه ديالهم كان في عنقهم، وحتى فين وقعت ديك الجريمه في نفس المحيط اللي كانوا كيشربوا فيه. ما خلوهم قالوا لهم باش يبرئوا يوسف، وليني والو، عام هما في التحقيق، عام كامل هما يطلعوا فيهم ويهبطوا فيهم. احمد ما بقات لا اسبانيا لا والو، ولا العار غيخرج منها، رشيد ولا طالب غير السلاكه. المشكل راه هما ما دايرينش، وليني كلشي تابت عليهم، حكموا عليهم ب 20 عام ديال الحبس واحد. رشيد تكب لي الما في ركابي هو احمد، داك النهار اللي غيتنطق فيه الحب، صيفطوهم العكاشه بجوج، دوزوا العذاب ديال العذاب. ومن بعد 6 ديال السنين غادي تعاود يتفتح تحقيق اخر في القضيه ديالو. علاش؟ انا غادي نقول لك، عقلتي على ديك الدري والدريه اللي كانوا دايزين قدامه، ديك الساك ماشي طاح ليهم، هما اللي طيحوه، وهادشي بحساب الاقوال ديال الدريه اللي قالت. فاش طيحوا الساك ديك الدريه والدري ديك الساعه مشوا عند البوليس اللي كيكونوا في الشارع، وعلموهم باللي واحد جوج في طوموبيل حدا البحر سكرانين وكيوقفوا على الناس. ويني بالصدفه تقاد الشراب الحمد ورشيد وتحركوا الدريه والدري، راه كان الهدف ديالهم يجيو البوليس ديك الساعه يلقاو عندهم الساك وتثبت عليهم التهمه. وداك الشيء اللي وقع ويني بطريقه اخرى، ومن بعد 6 ديال السنين الدريه انبها ضميره وما بقاش قادره تنعس، لان هي وداك اللي كان معاها هما اللي صفوا القطاري. ملي اعترفت الدريه عاد مشاو شدوا لك اللي معاها، وديك الساعه عاد خرج رشيد واحمد من بعد ديك المده كامله اللي دوزوا في الحبس فابو. وهادشي كامل سبابو الشراب ديال الرعاوي، سكروا تسكروا وغادين كيتضاربوا.
شحال من واحد بسبب البلية صفي الخو، وشحال من واحد بسبب البلية دير كاريسة وش من كاريسة. الله يعفو على اي واحد بلا شود البلية وخسرات لي طريق. وهنا يا الخوت كتسالي هاد الحلقة والقضية ديال هاد النار، تلاقاو في حلقة اخرى وفي قضية اخرى ان شاء الله. اعانكم الله.